والابن والروح القدس إله واحد أمين. الحقيقة أنا فخور وفرحان بافتتاح مدرسة الألحان، لأن دي بتعتبر نقلة كبيرة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، لأن قداسته حريص جدا على أن الحياة الكنسية بكامل أسرها في كل صورها تتمنهج وتصبح علم وتدرس، ومنها الألحان القبطية. الألحان القبطية هذا الميراث الروحي والموسيقي والحضاري اللي لا تمتلك مثله أي كنيسة أو مؤسسة في العالم، واللي لازم أنتم كشمامسة تكونوا فخورين بده، فاهمين ده، فاهمين أنكم هتدرسوا في هذه المدرسة أعظم ألحان في العالم، ألحان روحية عمرها 2000 سنة عاشت بالتقليد الشفاهي جيل بعد جيل. بس أنا حابب قبل ما تبتدوا دراستكم في المدرسة الجميلة دي إني أفكركم بتعليم أبائنا الرسل اللي حددتها الدسقولية في الباب 38، لما قالت عن اللي هيرتلوا البصلمودية إنهم لازم يكونوا قوم ممتلئين من الفهم والحكمة والموهبة، ويكون الشعب كله جالسين سمعين لهم بفهم وبخوف ويتبعونهم بجزع. تاني بقى، قوم دول اللي هم انتم الشمامسة ممتلئين من الفهم والحكمة والموهبة، ويكون الشعب كله جالس سمعين لهم بفهم وبخوف ويتبعونهم بجزع. يبقى لازم تكونوا عارفين كده انكم لما ترتلوا الالحان اللي هتتعلموها لازم تكونوا ممتلئين من ايه؟ من الفهم والحكمة والموهبة، لان الشعب اللي هيبقى قاعد يسمعكم مش هيبقوا قاعدين يسمعوكم وبس، لا ده أصول هيسمعوكم بفهم وبخوف ويتتبعوا كل كلمة وكل نغمة وكل حركة منكم بجزع. طب أول حاجة بفهم، يعني إيه بفهم؟ يعني أبقى عارف ترجمة اللحن بس كده؟ لا طبعا، لأن كل الشعب عارف الترجمة، ما هي مكتوبة قدامهم في الخلاجيات والبصلموديات أو مكتوب على الشاشة. أمال يعني إيه بفهم؟ يعني أبقى عايش كلمات اللحن ومعانيه الروحية، ونقعد مع بعض نتأمل في عمقه وندرس علاقته بالكتاب المقدس وبالمزامير، ونعرف إيه قصد الكنيسة من إن اللحن ده يتقال في المناسبة الطقسية دي، وإيه قصد الكنيسة من إنك أنت كشماس لازم في الوقت المحدد ده تقف في مكان محدد جوه الهيكل او بره الهيكل او على المنجليه، او انك تمسك شمعه او تمسك صليب او تمسك بشاره، او تدور في دوره من الدورات الطقسيه حوالين المذبح او في ممرات الكنيسه. كلام خطير، كلام مهم، وشمامسه كتير للاسف مش عارفين دورهم المهم جدا في الليتورجيا. طب ده الفهم، وايه الحكمه؟ الحكمة اللي لازم تكون عندكم، يعني بعد ما نفهم اللحن كويس قوي نعرف بحكمة نوصله للشعب. نوصله ازاي للشعب؟ ازاي اوصل للشعب اللي انا فهمته ده محتاج مني حكمة؟ يعني بخشوعنا وبطريقة وقفتنا وبدوباننا في بعض، واحنا بنقول اللحن واحنا بنصلي اللحن نقدر بحكمة نوصل الهدف الروحي منه، مش نسمع اللحن. طب كده عرفنا الفهم وعرفنا الحكمة، طب لازم بقى الموهبة؟ طبعا لازم الموهبة، لأن بيها تقدروا تظبطوا نغمات الألحان وسرعتها وإيقاعاتها، وإنكم تعرفوا تميزوا الطبقة اللي بيرتل منها أبونا عشان تردوا المرد من نفس الطبقة دي.
مش ترد من طبقة تانية وتلخبطوا الكاهن وتلخبط الشعب. بص، لو ما عملتوش زي تعاليم الرسل ما بتقول، يبقى للأسف الشعب اللي قاعد يسمعكم هو كمان هيبقى قاعد مش فاهم، ولا هيشعر بمخافة ولا بمهابة وجود ربنا في الكنيسة، ومش هيعرف يتتبعكم بجزع وبرهبة زي الدسقلية ما بتقول. عشان كده لازم كل واحد فيكم يهتم انه يتعلم وانه يفهم كل كلمة بيرتبها وكل نغمة بيسبح بيها، ويعرف المعاني والرموز لكل كلمة وكل نغمة وكل حركة في الكنيسة. وخلي بالكم دايما من المعلم، المعلم اللي بيحفظكم، المعلم هو ده القائد، هو ده المايسترو اللي بيعلم وبيقود الألحان وبينظم كل حركتكم وكل ترتيباتكم في كل الصلوات اللي ترجيها في الكنيسة. عشان كده استلموا منه الألحان بدقة، واسألوا عن كل صغيرة وكل كبيرة، ولو لأي سبب معرفش يجاوبكم اسألوا اتسابون، واقروا، اقروا في كتب الطقس، اقروا في منارة الأقداس كل الأجزاء الخمسة بتاعته، اقروا اللي قال النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة، ده كتاب من جزئين، واقروا جوهر النفيسة في علوم الكنيسة، واقروا مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة من جزئين، واقروا كل كتب الدرة الطقسية للكنيسة القبطية، أجزاء كتيرة جدا، والكتب كتير اللي بتشرح واللي بتفهم، وكل ما هتقروا كل ما هتفهموا، وكل ما هتعرفوا حكمة الكنيسة، وكل ما موهبتكم هتثقل وهتبقوا شمامسة ممتازين زي تعاليم الرسل ما هي عايزاكم بالظبط. ربنا يديكم الفهم والحكمة والموهبة عشان تقودوا شعب يفهم معاكم ويتابعكم بكل اهتمام وجزع، بشفاعة أمنا العذراء والملائكة والقديسين، وبصلوات صاحب القداسة البابا طودروس الثاني، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.